تطلق. طالع لي وانا نشوف إذن على بركة الله. مساء الخير مشاهدي جريدة عبر الأوفياء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من قلب مدينة فاس العاصمة العلمية. سارة شابة استنجدت بطاقم جريدة عبر. مالك يا سارة شنو عندك؟ أنا ولدي مخطوف. أول إنسان ما غيسمع بأن الإبن تخطف صدمة، ما بعد ما صدمة. هذا هو الزواج ديال الزواج التقليدي اللي كيجي عبر الفيسبوك. البنات ما كياخذوش وقت باش يتعرفوا على الشاب، ما كيعرفوش اصله، ما كيعرفوش عائلته، ما كيعرفوش تربيته، ما كيعرفوش بزاف الامور. فبالتالي ممكن هذا الزواج وهذه الزيجات هذه ترتب عنها مشاكل كثيره ومشاكل اسريه، لانه الانسان ما تيكونش عارف هو مع من. ساره شحال في عمرك؟ عندي 24 سنه. علي صوتك ساره وجهي حدايا شويش. 24 سنة في عمري. 24 سنة، شحال منين كنتي شحال منين تزوجتي شحال كان في عمرك؟ كانت هذيك الساعة عندي 18 عام. 18 عام تزوجتي وانت صغيرة. كيفاش عرفتي هذا السيد هذا؟ عرفته من خلال الفيسبوك. عاودي لي. من خلال الفيسبوك هضر معايا بين هو انسان منتقل له وكيخاف كيما كيخاف على خوتو كيخاف على خوت على الناس. أييه. انا انسان متقي الله وغادي نكون زوج صالح ليك، وانا ما عنديش مع الدوران والقهاوي، انا جاي نقصد الدار الكبيره باغي ندير الحلال. واخا شحال طالت المده ديال التعارف ديالك انت عبر الفيسبوك؟ تزوجنا ب 2018 طلقنا في 2019. انا كنقول لك شحال تعرفت عليه على الفيسبوك، شحال وانت في علاقه معاه؟ شي 9 شهور هكاك، خمس شهور. تسع شهور خمس شهور ما كانتش كفيله انك تعرفي هذا السيد هذا واش انسان صالح وابن عائله ولا؟ هو ما كانش كيعرفك نهائيا على اسرار ديالو كشخص والو، كيبين لك انه زوين، انه عائله محترمه، انه قادر يعيشك، قادر يكون اسره. ايوا صافي. تم الزواج؟ صافي تم الزواج، جات عائلته لعندنا، ما خرجش معاه مره واحده الصراحه لله. تعرفنا على بعضياتنا هكا عائله عاديه. صافي من تم اللي صافي في البلاصه، جا كل شيء في البلاصه، جا كل شيء بالزربه. يعني ما خديتيش وقت تفكري؟ لا شهر، صافي شهر درنا اللاكت. خلال شهر كنتم زوجين. من بعد؟ من بعد زاد من بعد جلس لمده هكا تقريبا شي 10 شهور هكا 11 نط كان ولد، زاد عندنا وليد. حبلتي هاد الفترة ديال ما بين الزواج والحبانة، كيفاش كان كيتعامل معاك؟ كلها مشاكل، كلها ظلام، جحيم في جحيم. وعلاش ولدتي؟ ما صراحة الله مكتب الله، ما جا داكشي بيد الله، ما عندنا ما غادي ندير. اللي كتب كتب. ايوا. من بعد ولا كيهددني بالإيجاد. يعني وانتي حاملة كيهددك بالإجهاض؟ كيقول لي حيت أنا ما بقاش نقدر نعيش ديك العيشة. واش إنسان مك كتمشي كتخدم في الميناج وجي كتصرف عليك وحتى الضو والماء ما كيخلصوش وكان ساكن معانا؟ يعني أنت مزوجة به أمك كتصرف عليك؟ أمي كتصرف، أمي كتمشي كتخدم في الميناج وتجي كتصرف عليا. هو كان كيحلي 200 درهم في الشهر، كيقول لي دبر راسك أنا ما عنديش، وكيمشي هو يعيش وياكل عند أمه، كيجي عندي من 15 ل 15 اليوم، كيقول لي أنا خدام، هو ما خدام ما والو، كيمشي يجلس عند أمه كيجي كيقول لي أنا كنت في الخدمة 15 يوم عندي و15 يوم في الخدمه. هذا هو الشاب اللي تلاقيتي به على الفيسبوك وحبيتيه واغرمتي به وتزوجتي به؟ صافي من تم اللي بقى المعاناه بيناتنا انا وياه، صافي طلبت الطلاق، انا اللي طلبت الطلاق. طلقت
طلقتي راسك؟ اه طلقتها. تنازلتي على حقوقك؟ تنازلت على الحقوق كله، ولكن الحقوق اللي فكرتي في ولدي ما تنازلتش عليهم. طلقتي وانت حاملة؟ طلقت انا حاملة، كانت عندي طلقت وانا حاملة عندي 3 شهور ديك الساعة بالطلاق ديالنا. كيقول لي لا بغيتي نطلقك ندير لك عملية الإجهاض ونطلقك. قلت له انا لا. يعني أنا الزوج ديالك كان تيقول لك ندير لك الإجهاض عاد تطلقي. اه علاش باغي يدير لك الإجهاض؟ هو انت طالبة الطلاق. وباش يخرج ما يعطي لا نفقة لا حتى شي حاجة، باش ما يبقاش يعرفنا. ايوا انا ما بغيتش ندير عمليه الايجاد، وعندي شهود جيراننا بين وقالوا لهم علاش الشيطان هادشي اللي كدير راه ماشي هو هذاك. صافي هي هذيك طلقت، ما بغيتش ندير عمليه الايجاد، ما بغيتش نعصى الله. صافي هي هذيك مشينا للمحكمه، عرف سولوا قالوا له واش عارف بين حامله، قال لهم انا عارف براسي حامله. طلقتنا المحكمه، قالوا لي واش قادره تصرفي على الوليد زعما واش تتابعي نفقه؟ قلت لهم انا ديالي الله يسامح، ولكن ديال ولدي ما غاديش نسامح. يعني انت يا ساره تنازلتي على حقوقك وما تنزلتيش على حقوق الابن ديالك. برافو لك. اييه ما تنزلتش على حقوق الابن ديالي هذيك. صافي طلقنا، مشى هو الله يعرضه السلامه، انا الله يعرضني السلامه. قربت نولد، كان كيتصل بالام ديالي كيقول لها الله يسهل عليك الله يرحم الوالدين، فاش قربت تولد عيطي لي، فاش قربت تولد عيطي لي. ام ديالي ما ملي قربت نولد صونات عليا، قالت له راه غادي تولد، جا للطبيب. صافي هذيك جا الطبيب من ديك الساعة، ملي جا الطبيب شافنا هكا من تما ما ولاش رجع، حتى اللي مديت الوليد دار عام. يعني عام جا عندك نهار اللي ولدتي، من بعد عام ولا صافي من بعد تما قطع العلاقة ديالنا. من بعد عام ما كيصرف عليك لا على ولدك لا والو، ما كيصرف عليا والو، كيقول لك إلا بغيتي نصرف عليكم أجي نولي ونعاود ثاني نعاودوا الصلح ونتزوجوا، أنا ما بغيتش نولي نعيش من نفس المعاناة اللي عشت فيها. صافي طلقنا، ما نولش نولي عاد نولي معاه، ما غاديش نولي معاه. من بعد عام بقى كان الناس كيقولوا له حشومه، المراه ما عندهاش وامها اللي كتخدم عليها. واخا انت فاش خدامه ساره؟ شنو كدير؟ خدامه في الخياطه، في المعمل الخياطه. اه في الخياطه خدامه. من بعد الناس هكا بقاو كيهضروا معاه كيقولوا له حشومه، ما الولد زاد مسؤوليته هو، وخصو ليكوش، خصو الحليب، خصو هذا. دخلوا الناس هكا واسطه بيناتنا، ولا كيصيفط لي مديت عام 300 درهم من العام في العام. آه العام كامل صيفطي 300 درهم من شهر لشهر، كان كيصيفطلي 300 درهم اللي مديت عام. من بعد قطعها ما بقاش كيصيفطها. صافي من تم اللي انا ما ولاش عندي شي اتصال بيناتنا انا وياه، صافي قطعنا الاتصال بيناتنا انا وياه. صافي حتى ولكن بلاتي يا ساره بقات الدعوه ديال الطلاق الدعوه ديال النفقه مرفوعه عليه. آه مرفوعه عليه من اللي تزاد الوليد اللي دابا راه عنده 3 سنين والنفقه كتجمع عليه، وحاكمه له المحكمه غيابيا يحط 16000 ريال وما كيعطيها ليش. ما كيعطيها لكش. اه واخا ما نفتيش عليه الحكم نفت عليه الحكم، كيخرج العون اللي عنده للدار وكيدور كيدور معاه ولا ما نعرف شنو كذا، كيجي عندي كيقول لي هذا السيد ما كاينش. يعني عدم التبليغ ما تبلغش. آه ما كاينش هذا السيد هذا، ما كاينش ما كاينش، كترفض لي الدعوه ديال النفقه كترفض ليا. صافي ما بقيت ما عييت نسبق عييت نجري. صافي ملي كيخرج كيجي عندي كيقول لي ما كاينش، صافي بقيت جالسه هزه واموري الله وجالسه، حتى النهار داك النهار اللي تخطف ليا الوليد ديالي. النهار اللي غنجي ونكحزي عندي شويش، النهار اللي غادي تخطف لك الوليد ديالك، شحال وصل شحال في العمر ديال الوليد دابا؟ 3 سنين دابا عنده. دابا 3 سنين، شنو وقع في اليوم المشؤوم؟ لانه انا مشاهدينا الكرام قدامي تعطيني موافقه نبين صوره ديال الابن ديالك. ما غاديش نبين الصوره ديال الزوج، انما غادي نبين الصوره ديال الابن ديالها، لانه كاينه شكايه قانونيه وكاين محضر ديال الاختطاف وكاينه تعليمات ديال النيابه العامه وما الى ذلك. هذه الصوره ديال الابن ديالك شو سميتو؟ ايمن صدرات. ايمن الله يحفظه لك، هذا هو الابن المخطوف ديال 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 ساره. كذلك مشاهدينا الكرام باش نوضح لكم انه عندها شكايه باختطاف محضون، لان ساره الحضانه عندها الحضانه عند ساره، عندها شكايه باختطاف محضون، عندها محضر ديال الضابطه القضائيه، عندها بيد غوشيرش انه السيد هو كيقلبوا عليه، يعني انه روشيرشي. نجيو معاك النهار، يعني اوراق كلها رسميه وسليمه، لا حول ولا قوه الا بالله، كل الاوراق والمستندات الرسميه عندها. شنو وقع في ذاك اليوم المشؤومة ساره؟ شنو فين كنتي؟ شنو وقع بالضبط؟ عطيني احكي لي التفاصيل. قبل ما يخطفوا لي عيط لي نهار السبت. ايوا قال لي يا ساره راه بغيت نشوف ايمن.
لبستي لي حويجاته للعيد اللي كنت شريت له. شحال كان يعني شرا له؟ كان كيشري الحوايج. انا حويجاته انا اللي شريتي له. بغيت يجلس معايا. انا كنت كنعطيه له واخا ما كانش كيخلص لي النفقه، كان كيجيب لي الناس ويجي يرغبني. الله يسهل عليك، انا راه توحش ولدي، عطيني نشوفو عطيني نشوفو، كنخليه يشوفو، كيمديه معاه. أيوة. كيديه معاه، كيقول لي انا غادي نديه معايا هي نهار ونجيبو لك. يعني كنتي كتعطيه الوليد يديه؟ كنت كنعطيه الوليد. تايقه فيه؟ تايقه فيه. حتى تبتك؟ ما رغم ذلك ما تيقاش فيه، كان كيديه لي وكيجلس عنده بربع ايام وبالخمس ايام وكيدفع عليا التليفون. امي وعندي الشهود في الحومه، امي انا في الخدمه، امي كتخرج لعند مول الحانوت كترغبو كتقول الله يسهل عليك صوني لي عليه، والتليفون دافي ما كيجاوبش. أيوة. تليفونه دافي ابدا. كيتيشعلو كيجي مول الحانوت كيقول لها هو الميساج جا هو شعلو، كيصوني كيقول لها انا فوق ما قالها لي راسي غادي نجيبو لكم. واخا ملي كان كيجيب لك الوليد كان كيكون مهلي فيه ولا شنو؟ الوليد صراحة الله كيتهلا فيه، ولكن الام ديالو كتضربو. اللي هي حماتك؟ اللي هي حماتي. كتضربو هكا، قالتها لي مباشرة، قالت لي انا ولدك ما كنحملوش، انا ولدك ما كنحملوش، وكيحمقتي لنا ولدنا، راه نبغيو نحمقو حتى انت. كيفاش حمقتي له؟ زعما ما كتعطيهش يشوفو، غنتقمو منك. واخا نرجع انا وياك النهار اللي غادي تخطف لك فيه الوليد. النهار اللي تخطف فيه الوليد كان نهار الحد 30 ابريل. الوالده ديالي قالت لي انا نطول للمدينه القديمه، لبست له حويجاته كيف العاده، كيما فين كنخرجوا دائما، هو حاضني راصدني في راصدي فين غدا وفين جايه، هبط للمدينه القديمه. حنا وصلنا حدا باب القراويين بالضبط. ايوه. الوليد كيقول لي بابا 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 بابا. انا شافه. الوليد عندي صغير، اي راجل شافه محبوب، اي راجل شافه او راجل بصفه عامه كيقول له بابا. كيقول له بابا، واخا ما يكونش بابا كيعيط له بابا. انا الوليد ما ديت فيه ما جبت، كيقول لي تلقي مني انا بغيت نمشي عند بابا، كنقول له زيد ايمن واسكت، واش بابا كيكون هنايا؟ زيد ولدي زيد ولدي. شويه الوليد تنثر مني، الدور اللي غادي ندور ما لقيتش ولدي، لقيتو هزو، بقيت غدا كنجري كنغوص، غدا كنجري كنغوص، دخل القرويين ما عرفتش من باب خرج منها. هز الوليد في الزنقه، ما وقف ما غوتي الناس يوقفوه، ما غوت غوت، عييت نغوت وعييت. هذا كيقول لي شكون هذا؟ كنقول له الاب ديالو، الاب ديالو خطفو، الاب ديالو خطفو. قالوا لي احنا ما يمكنناش نجريو على ذاك الوليد من حيت الاب ديالو، ما يمكنناش نجريو، سيري ديري القانون ديالك. هبط ديك الساعه، هبط كنبكي، هبط القطاني، قلت لهم انا راه ولدي تخطفوني. قال لي سيري من دابا 48 ساعه واللي هي امامنا مشاهدينا الكرام، لانه هي كما قلت لكم انه شكايه الاختطاف محظور. نعم. طلعت عند وكيل الملك ودار لي شكايه، وكون معايا الامن في الكميساريه، وكون معايا الامن، وما لقاوش في الدار خاويه مسدوده، لا الام ديالو لا اخوه لا حتى واحد، الدار خاويه بصفه نهائيه خاويه. عيطت ندق ندق، جاو الجيران قالوا لنا راه نهار الحد مع الثانيه الليل باش نهزو حوايجهم وصافي. يعني النهار اللي خطف فيه الوليد؟ نهار جاو مع الخمسه، قولي مع الخمسه هو سافر مع الثمانيه. يعني من خمسة لتسعة ثلاثة سوايع كانت كافية لأنه يجمعوا الحوايج ويشدوا الطريق وجاو. حيت ما أصلا كانوا عوالي، حيت ديما كيهددني به، ديما كيقول لي الحضانة ما غاتبقالش، الحضانة ما غاديش تبقالش، هذاك الولد لما قداش به غادي نديه لك، غادي نديه لك، ديما كيهددني. ولكن دابا النساء تقول لي ولدي لما قداش به، المشاهد الكريم غادي يقول له ربما هذا الزوج هذا شاف المرأة ما قداش ذاك الوليد. أنا غادة بولدي، أنا ولدي عايش الحمد لله. إنما باش ياخذوا بطرق قانونية. ملي كنقول له صرف على ولدك، عطى لولدك شنو خرج لك المحكمة، كيقول لي أنا ما نعطيك حتى شي ريال، طلعي الله هاي الله هاي سيري حتى الله هاي، أنا ما نعطيك حتى شي ريال، ولا ما قداش بيه عطيه ليا. واش كاين شي واحد كتعطيك بنتها؟ ما كتعطيش بنتها، راه كتجي كتسعى عليه وكتجيب له إياه. واخا من بعد ما تم اختطاف الابن ديالو مشاو معاك رجال الأمن؟ كنت معايا رجال الأمن، مشاو للدار تما حنا وياهم. عياو يدقوا ما لقاوش، خرجوا الجيران كيسولوهم، قالوا لهم نهار 8 بالليل هزوا حوايجهم ومشاو بحالهم. سولوا على الوليد قال لهم فعلا كان عندهم وليد صغير، ولكن كيجيبوا ديما معاه للناعي. من بعد شنو وقع صرا؟ من بعد عيط ما نقلب هنا في فاس، عيط ما كنعيط ما كيجاوبنيش، التليفونات ودافيه. من بعد شفت المكالمة عند أقارب ديالو. شنو قالوا؟ قالوا لي واش ولدك راه في الأمان، نحب نسكن دابا غادي نجيبوه لك، ولكن غتعطينا التنازل. تنازل على ماذا؟ غتعطينا التنازل على النفقة. واخا مشيتي تقول لها سيري جنب؟
ما بلغتش رجالي انا قلت انا نسى يجيب لي ولدي، قلت لهم جيبوا لي ولدي نعطيكم تاني، قالوا لي لا نشوفوا التنازل بعينينا الولد. شنو درتي؟ قلت لهم يجيبوا لي ولدي نعطيكم التنازل. انا كنت انا كنت فعلا غادي نتنازلو على النفقه، بحيث بغيتي ولدي. انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا كنقولها لو كنقولوا اي حاجه بغيتيها انا بغيتيها الولد ديالي. ولكن من غير انك تنازلي عن النفقه، هو رقم بفعل اجرامي وجب ان يعاقب عليه، ما عندوش الحق يخطف الوليد، خصوصا انا الولد في الحضانه ديالك. والله انا ما ديك الساعه ما كان كيبان لي حتى شي حاجه، كان كيبان لي هي ولدي، بغيتي ولدي، ما بغيت حتى شي حاجه. درتي له التنازل؟ ما درتلوش التنازل، حيت ما ولاوش عاودوا صوناو عليا، انا وليت عاود صونيت عليهم ما جاوبوني. يومين من بعد يومين بقاو كيقلبوا معايا الناس، الله يكثر خيرهم، ما ننساش خيرهم، قلبوا معايا لقاوه، قالوا لي ولدك راه في العروبيه في الجفن في غساي. وفعلا طلعت انا لتماكين وبقيت مراقبه ديك الدار اللي نعتوا لي به، طلعت بقيت كنقلب تماكين ونعتوا لي الدار، ما زدتش ليك الدار، بقيت معاني بعد كنشوف. وفعلا ملبس له لباس واحد اخر، وانا ولدي معروف راه كاين شي واحد اللي ما كتعرفش كبدا دياله شويه هو خارج به. انا فاش خارج به كنقول وقف 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 وقف، ولدي 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 سي محمد وقف وقف، ما بغاش يوقف. عييت نسبق ونغوت ما بغاش، جي نخرج وكلشي خرج، ودخل لي في واحد الزريبه ما عرفش فين زاد، هز الولد وزاد. من بعد شويه خرجت امه قلت لها خالتي واش عجبك هذا الشيء اللي دار ولدك؟ قالت لي ولدي ما دار حتى شي حاجه. انا ولدي شنو داير؟ انا ما ولدي ما داير حتى شي حاجه، وكي حمقتي ولدي غادي نحمقوك. ما رجعتيش عند رجال الامن وقلت لهم بانهم راه كاين في هذه المنطقه كيتواجد بها؟ لا مشيت ديك الساعه عند الدرك الملكي. أيوه. ديك الساعه قالوا لي احنا ما يمكنناش نتحركوا معك، تجيبي لنا شكايه. وليت درت عاوتاني تجيبي امر من عند السيد وكيل الملك باش انهم يخرجوا معك. وليت درت شكايه في تاونات وخرجت لي ديك الشكايه وهبطتها ليهم، قالوا لي صافي هي سيري، الا كانت شي حاجه غادي نعيطوا لك في التليفون. من بعد ما عيطوليش انا، من بعد وليت لغد لي وليت طلعت لتما، وفاش طلعت لتما قالوا لي راه حنا هبطنا لعندو ولقيناه فعلا الوليد راه معاه، قالنا انا ندخل نجيب لاكارت ناسيونال وهرب لينا. عيت نتبعه مع كيفاش هرب لينا؟ قالوا مصبر انا ندخل نجيب، مع اصلا عندهم خراجه واحده اخرى في قلب الدار. يعني باش الناس يفهموا، يعني عندهم باب قدام وباب باب من اللور، يعني يدخل من ذاك الباب ويخرج من باب الاخر. امو واقفه هكا وهز الوليد مع الوليد، اصلا الوليد كيخاف كيشوف شي واحد كيخاف كيبقى شاد فيك، هز الوليد قال لك وخرج ليهم وعيا ويتبعوه ما لقاوش، ما عرفش من دار دخل ليها. من بعدها ما انقطع الاتصال بيناتكم؟ صافي من بعد ما بقاش اتصال بيناتنا كاع. قالت لي امو، ملي بقيت كنغوت تما وكنبكي كنقول لهم انا ما يمكنليش نتحرك من هنايا حتى نهبط معايا ولدي. قالت لي سيري بحالاتك، فين خطفوا فين داهلك ايولي يرجعوا لك. واخا قلتي لي بانه قالوا لك بانه كاين غير كيدور موجود. غير كيدور تما كاين في تاونات، كيخرج في غفسان كيخرج عادي بحال حتى شي حاجه. برغم انه عليه مذكره بحث، انت متاكده انه عليه مذكره بحث؟ قالوها لي، قالوا راه عليه روشيرش، كوني هاني يا ولدك غادي يرجع لك يرجع لك. انا كبدتي تحرقات لي على ولدي وحتى شي حاجه ما كاينه، هو كيدور عادي بحالي ما كاينه حتى شي حاجه، هو الولد معاه وانا ولدي ما كاينش. رغم ذلك انا ولدي مريض مرض مزمن، مرض الجلد، ولدي كيتقشر له الجلد ديالو، ملي قلتها له يقولوا لي لا، وعندي التحاليل ديال ولدي وعندي كل شيء بين ولدي مريض. انا ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت حتى ولدي، ما بغيت حتى شي حاجه. كنطلب من رجال الامن ومن الدرك الملكي يوقفوا معايا، هادشي اللي كنطلب من الدرك الامن، ما خصني حتى شي حاجه، انا خصني ولدي. صعب مشاهدينا الكرام، انا بدوري هاد الزوج الا كان كيتفرج وكيشوف انه كاين القضاء، الا كتشوف بان الام ما تستحقش يكون مع هذا الابن هذا، خذ الابن ديالك بطرق قانونيه، انما الاختطاف فهو يعد جرم، وانت عليك شكايه باختطاف حاضن. هذه التصويره ديال الابن ديالك اكيد غادي توحشي ولدك، اكيد بزاف ديال الامور، الا اكيد غيكون تيشوفك. شنو تبغي تقولي له ساره؟ انا كنبغي نقول له انا ما خصني حتى شي حاجه، انا خصني ولدي، ما تحرمنيش من ولدي، ما تحرمنيش من كبدتي، انا هذاك راه ولدك وولدك، ما تحرمنيش من كبدتي، الله يسهل عليك. ما راه ولدي توحشتو بزاف، ولدي ما كيعرفش يعيش بلا بيا. عاود رجعتي عند رجال الامن شنو قالوا؟ وليت رجعت عند رجال الامن، قالوا لي سيري كوني هاني، الا كان شي حاجه غادي نعيطو لك. صافي قالوا لي راه النمره عندنا ديال التليفون، الا كانت شي حاجه غنوليو نتصلو بك. رساله اخيره تبغي توجهها لنا من نصر؟ كنوجهها للشرطه القضائيه، الدرك الملكي،
جمعيه توقف معايا، انا ما خصني حتى شي حاجه، انا بغيت فيه ولدي. رغم ذلك هذه الشهر ما خدمت ما حتى شي حاجه، كنمشي وانا بالي مرفوع، حتى من الخدمه قالوا لي خرجي تحلي مشاكلك عاد اجي، عاد اجي خدمت. ما بقات عندي الخاطر لا الخدمه لا حتى شي حاجه، ما كناكل ما كنشرب، كنفكر يا ولدي بغيت يا ولدي، بغيت يوقفوا معايا ويساعدوني ويرجع لي ولدي، انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت يا ولدي. كانت هذه صرخه مواطنه شابه بحالها بحال اي شابه، حبات تزوجات تعرفات على طريق الفيسبوك. لذلك انا كنعاود ننصحكم البنيسات، تريتوا قبل ما تدخلوا في شي علاقه، تريتوا سولوا. ننصحهم هذا الزواج ديال الفيسبوك ما كاينش، راه اي واحد كيتخدع في هذا الزواج ديال الفيسبوك. كنصحهم كوني خصك تكون عندك واحد الثقه بانه حنا عندنا رجال امن كفؤين كيديروا خدمتهم، واكيد انه طالما عليه مذكره بحث غادي يتم القبض عليه. ولذلك بدوري اناشد رجال الامن السلطات انهم يقبضوا هاد الوالدين. انا هادشي اللي كنطلب منهم، الله يرحم الوالدين وعاش الملك والله ينصر سيد الحموشي، وكنطلب من هاد النداء ان يعاونوا لينا، ما خصني حتى شي حاجه. ساره كتقول بان الزوج ديالها عليه مذكره بحث، وهو كيدور في جنبها، كتعيش تحت طائله التهديدات. ساره من حقها انه يرجع لها الابن ديالها، والزوج الا بغى الابن ديالو من حقه ياخذو عن طريق القانون، القانون هو الفيصل وهو القضاء. ساره هي حاله، كذلك هي عبره، قصتها عبره للبنات اللي كيتعرفوا على الشباب عن طريق الفيسبوك، وكيجوا كيتزوجوا كيرميو راسهم للمهاليك. وعليكم السلام اسيدي، مرحبا، انا نسالي ونجي عندك، مرحبا. استودعكم الله مشاهدينا الكرام، وألقاكم في بث آخر من قلب مدينة فاس. كانت معكم سميرة الدودي، مع السلامة.